هذا وتضمنت كلمة مملكة البحرين في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 العديد من الثوابت التي تستند إليها مملكة البحرين في علاقاتها الخارجية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تطرقت الكلمة إلى العديد من المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير جمال فارس الرواعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك. مساء الخير سعادة السفير، كيف تصفون تفاعل الوفود المشاركة مع مضامين كلمة مملكة البحرين؟ مساء النور، أمسيك عليكم بالخير جميعا وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة كانت وجاءت كلمة مملكة البحرين بالعديد من الرسائل والمضامين المهمة المتعلقة بنهجها الثابت والراسخ في نشر أسس السلام ودعم كل ما من شأنه طبعا تعزيز الاستقرار والأمن سواء الإقليمي أو الدولي. عادت الكلمة كذلك أيضا التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لإقامة العلاقات الدولية على أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية وقيمها الدينية والثقافية، وإضافة إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية وضرورة تغليب لغة الحوار والنهج السلمي والحضاري في إنهاء الحروب وتزوية النزاعات الإقليمية الدولية كافة. تضمنت أيضا كلمة سعادة وزير الخارجية أيضا خطوات مملكة البحرين الثابتة نحو تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعزز رفاه المواطن البحريني، حيث تم استعراض العديد من المنجزات الهامة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. وكان لكلمة مملكة البحرين تفاعل هام وصغاء للرسائل الهامة التي تضمنتها، وهذا طبعا نابع من المكانة الدولية للمملكة ونهجها القائم على نشر أسس السلام والاستقرار في العالم. نعم سعادة السفير، إلى جانب الكلمة كان للوفد البحريني عدد من الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، لو نتحدث عن أهم هذه اللقاءات. أي نعم، طبعا كما تفضلتم في التقرير السابق بأن طبعا شارك وفد مملكة البحرين في العديد من الاجتماعات سواء المتعددة الأطراف أو الثنائية، إلى جانب عدد من الفعاليات المهمة على هامش أعمال دورة الجمعية العامة. وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بدأ هذه الاجتماعات بمشاركة في قمة مجموعة 77 والصين التي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا تحت عنوان التحديات التنموية المعاصرة، ومن ثم شارك في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف سواء الوزارية منها أو التحضيرية المتعلق بقمة المستقبل التي ستعقد في سبتمبر العام القادم، إضافة إلى اجتماعات وزراء خارجية الدول المتعاون وجامعة الدول العربية، وأيضا ترأس سعادته للاجتماع الوزاري 18 لحوار التعاون الأسيوي، إلى جانب عقده اجتماعات ثنائية طبعا مع نظرائه في مختلف المجموعات الإقليمية تم خلال عدد منها التوقيع على مذكرات تفاهم للتشاور السياسي وبيانات مشتركة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وهذا طبعا يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها طبعا مملكة البحرين في علاقاتها مع مختلف دول العالم. نعم. كما التقى سعادته أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أيضا ورئيس الجمعية العامة للدورة الحالية
وأيضا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا. تضمنت أيضا مشاركة وفد مملكة البحرين، أيضا مشاركة سعادة وزير النفط والبيئة وسعادة وزير التنمية المستدامة في المشاركة في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى وفد وزارة الصحة. كانت لقاءات مكثفة وهامة لاستعراض تجارب مملكة البحرين في مختلف المجالات. نعم. أولا للتنسيق والتشاور والوصول إلى أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة في العالم، سواء المتعلقة بالأمن والاستقرار أو المناخية أو التنموية. نعم، سعادة السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، شكرا جزيلا لك.